منافسه قويه علشان تقدر تجاري الفرق الاوروبيه دي، لازم من الاول تكسب، وطبعا عامل الجمهور وعامل الارض مهم جدا. اتمنى طبعا المنتخب المصري ان هو يطلع اول مجموعته او ثاني مجموعته، بحيث ان هو اما يخش في، المفروض ان ده دور يعني اما يتجمع 24 فريق من 32 فريق، هيتجمع 12 24 فريق، ست فرق هيلعبوا بعض، بعد كده هياخدوا الاول والثاني من كل مجموعه.